ويلكم يوتيوب. والنهارده فيديو جيمنج جديد، هنلعب مود الزومبي اللي نازل جديد في التحديث في لعبه ببجي. يا عم اللي انت عايزه. بريزون يعني؟ خلاص خلاص. اعمل لي مين فول؟ تعمل لنا رقم واحد تعمل فول ليا. يا رب تكون تمام. وهننزل مع بعض. يا عم هننزل مع بعض. هننزل مع بعض. يا عم ده ماله ده؟ ناس ماله. خلاص سيبه يموت له احمد. لا حد يعمل له ريفايف. طب احنا كده هننزل فين؟ يا عم انا نازل اهو ما تقلقش. يلا بينا. كتير هو اول حاجه الاقيها سكين. يا جدعان لقيت حاجه بتحاول. اقسم بالله انا خفت. ارجوك ما تقتلنيش، ما تموتنيش، ما تخطفنيش، ما تاكلنيش. يا جدعان حاجه بتمشي على الارض، دي حشره دي ولا ايه؟ والله حاجه غريبه والله. انا اتخضيت يا عم. ايوه ما الحشره دي من ضمن الزومبي. ايه رهوه بتاعك؟ احنا نلوت بس عشان ايه؟ انا هروح ادور على قنبله حب نفسي. ايه ده منولها؟ لقيت واحد ولا زومبي؟ اكيد زومبي. ده كبير. الله يا هو ده كم حاجة كبير ده أول حاجة مش خالص ده كده يا هو ده. الحمد لله ما جاليش دلوقتي ولا زومبي. عاش احنا يا هو لازم نتحرك عشان الزون. الزون ايه يا عم دي بقى؟ كده يعني. طب يا جدعان تعالوا في السطح ونقتل شوية زومبي كده من فوق. يلا ايه ولك تعالى تعالى معايا في السطح بتاعي. اشترك في القناة فعل زر الجرس واعمل كمان اعجاب يبقى انت راجل محترم. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل كمان اعجاب يبقى انت راجل محترم. ومشاركة على الفيسبوك والتويتر وجوجل بلس خليك براجل الاصل واعمل كل اللي بقولك عليه واردهولك اوام. ده مش لغي ومش كلام، اسمع مني اخر مقام. انا رحت وما جيت من العذاب وما شكيت. انت كل اللي عليك. عدنا في ناس بتضربوا يا عم مش وقتهم يا عم. هما بيخافوا اهو بينقصوا دم اهو. لكن مش في دم بس كده كده مش يعني انا عايز بخير. عايز دم قبل بخير. الله ينور عليك بالزنابيل. ايه ده عم بجيب مين ده يا جدعان؟ انا في بني ادمين جنبينك ليه بس؟ يا عم بني ادمين بيدابوا الزومبي فك مش هيقربوا لهيك. مولع الدنيا يا جدع. ايه ده يا جدع في ايه؟ السلام يا جدع. طلقة واحدة بس. طلقة واحدة بس. والله خلينا احنا واستخرى هنا. معلش تحت عبام. هيخدني. بس كان في يا لهوي الحوز زون يا جدعان. الزون ايه بيجرد؟ طب انا يا جدعان احنا ازاي تقفل علينا ايه واحنا مندمجين ومين نقتل الزومبي؟ على فكره الزون هتبقى قريبه قوي. نجري. لا ده في بني ادمين هناك. امشي من الناحيه الثانيه. اجري اجري شيل السلاح واجري. بس ما تقفش عند البني ادمين دول.
مفيش عربية انا صغير مفيش فايدة. فتحت الشاشة على اخر حاجة بحيث ان انا اشوف ومش شايف بوينت كام. اي حد عايز اي حاجة يتعالج بيها يقول معايا. يا عم مشت معايا. في زومبي يا جدعان جاي والله. طب اجري انت رفقني وتعالى. لا انا بغز انا الزومبي ده هو الزومبي ده الزومبي ما بتأثرش عليهم ده لانه حمرا. اما تقلص تعالى معايا وهقوم احنا اجرينا ومفيش ناس عندنا. لا زومبي زومبي معايا لا بلعب بالتليفون يا جدعان التحكم بيبقى صعب بالنسبه للزومبيين كل شويه يطلعوا. انا الاول يا جدعان في ايه؟ عايزين ده يا ابني فين؟ يا جدعان ما حدش يشوف الحاجات دي دلوقتي لما لما يقول مش شايف يطلع انا اللي هتقوله. بسرعة بسرعة اشتغل بسرعة عفوته بعيد عننا خالص طلع هيك عايز اتعالج ماشي انت دعوة اتعالج انت يا عم مالي بقى مالي يا عم سلاح عارف لك حسب الله ونعم الوكيل سلاح فين الشغلة دي؟ لا عفوت كده لا 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 عفوت هيموت كده استنى عفوت كده كل دي اللي مقابلين هنا مقابلين هنا ده اللي احنا مقابلين كتير قوي موتوني الله عسى الخير. وفي بشر هناك كتير زينا. ما هم دول بشر الموجودين. قالتهم كانوا الزومبيين يا جدع. ما تنسيش تعملوا اشتراك في القناه بقى وفعلوا زر الجرس كده. ولايك للفيديو لو عجبكم. جاهز بقى. ايه الحبلان ده فيه في ايه؟ انت اللي حدفها اصلا. كان قال ودنا عفوت خلي بالك. اهو كتير اوي كتير ابطال وقعت واحدة عاش جدا بطل خلي بالكوا خلي بالك احنا اهو ده كتير اوي يا جدعان قبل ما توقع انت بتموت مش بتوقع لا انا بوقع وقعت وقع الناس الوقت دي طب معاك دم؟ اه معايا طب عشان انا واقع هادي احسن عاش قوي ايه هو اكيد بالتاكيد لا هو كان في واحد بيتسحب وانا كان شايف لا سيبك اه قول سيبك سيبك بقول لك مش فاكر كده اوه بدل بيت يا جدعان ارجع ازاي والله فين الواد ده؟ اطلع اجري بقى فين وقعته؟ تظبط بسرعه دي لا مستني يجي عند الصندوق بتاعه اهو جه جه اهو اديله اديله مش هو ده ولا اللعبه معلقه مش ده الله ينور جو قلت اطلع عايش مختلف والله مختلف الهو الجن ده هيجي يطلع يجي ولا ايه؟ ايوه لا انت لو ده بسرعه مثلا لا ما هو في حد في الناس
اوكي زومبي زومبي. ايه الجريد ده عشان زومبي؟ انت سامعني؟ هو اكيد سامع. لا ما مش فاتح المايك اللي عنده. اجري الزون الزون. اجري بص ما تضربش اجري اسمع مني خليه اجري قبلها اجري لا قول له انت بتجري نط انت بتجري عشان هما بيقعدوا يحدفوا عليك حاليا No God! No God! Please no! 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 بلعب 11 عاش بلعب 11 عاش جدا عاش بس كده يا جماعة الفيديو خلص سبسكرايب بقى وشير وشير الفيديو في كل مكان إن شاء الله يعني المرة الجاية نلعب بقى ببجي بس عايزين لايكات كتير بس كده كان المقطع على 50 لايك اعملوا اشتراك في القناة وبس كده سلام.